هنكمل مع بعض برنامج اوتوكاد بلان 3D، هنشوف مع بعض ازاي نرسم الممبر وازاي نرسم البليت. دلوقتي ممكن من سيتنج ابدا اعمل الاعدادات بتاعه الممبر سيتنج، واعمل برضو الفوتنج سيتنج والستير سيتنج والليدر سيتنج والريلينج سيتنج. بعمل الاعدادات دي قبل ما ابدا الشغل بتاعي، فاجي هنا اقول له سيتنج انا عايز الممبر سيتنج، فبقول له الستاندرد بتاعي مثلا الاي اي اس سي مثلا او الدين زي ما انا عايز. الشكل بتاعي بيعرض لي الشكل اهوت، تمام. السايز بتاعي هيبقى عامل ازاي، واقدر برضو اعدل القيم من هنا سواء الانجل او الهوريزونتال او الفيرتيكال. وهنا الماتيريال الستاندرد اللي انا اشتغل بيه، اقول لكم مثلا الامريكان الاي اس تي ام. الماتيريال كود ابدا اختار الماتيريال كود اللي انا عايزها واقول له اوكي، وابدا ارسم او اعمل موديلنج للشكل بتاعي. اقول له ممبر واقول له ارسم لي الممبر بتاعي هنا. ده على سبيل المثال. طيب لو انا حاسس ان في شكل مش مظبوط، تمام، اقدر الاقي في ادوات الكاتنج هنا حاجات تساعدني. نفس اوامر موديفاي اللي في الاوتوكاد العادي زي مثلا اكستند زي تريم. هنا مثلا هلاقي عندي شكلين هنا مش متصلين ببعض، فاقول وصل لي ده بده، فيوصلهم ببعض، ده بده فيبدا يوصلهم ببعض، وهكذا. الاوامر دي بيساعدني في ان انا مثلا اعمل ترم الحاجه، ان انا اعمل اكستند الحاجه. طيب دلوقتي لو قلنا مثلا هنرسم البليت، ابدا بيقول لي اختار جريتنج ولا بليت. عايز تختار الماتيريال ستاندرد اللي هتشتغل بيه، الماتيريال كود اللي انت عايز تشتغل بيه، الثيكنس بتاعك هيبقى قد ايه، المحاذاه من التوب ولا الميدل ولا البوتوم، والشيب، تمام. هل هترسم نيو ركتانجل ولا نيو بول لاين ولا اكستند بول لاين زي ما انت عايز. خلينا نرسم بول لاين اهو. اقول له الشيب بتاعي مثلا هيبقى من هنا لهنا لهنا لهنا، الاقي ان البليت اترسم معايا. ده ممكن تعمل عليه سيلكت وتدخل كنترول 1 وتعدل في الخصائص زي ما انت عايز. يعني مثلا السكنس ممكن تخليها مثلا 20 مثلا، تمام، زي ما انت عايز. تبدأ تعدل الخصائص اللي انت عايزها.